السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي أيضا بإمكانكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. اليوم الموضوع هو سيكون موضوع عام عن وضع العراق كبلد. العراق دائما ما يتذيل التصنيفات، ما يتذيل القوائم التي تصدر من قبل منظمات وجهات حكومية دولية أو إن كانت خاصة لكنها رصينة، وتقوم بعمل أبحاث ودراسات حول أوضاع البلدان حول العالم، يعني مستوى التعليم، مستوى الصحة، الأمن، الاقتصاد، السياسة وما إلى ذلك من هذه التصنيفات والمستويات التي تخرج بين فترة وأخرى، التي دائما ما نجد العراق في ذيل هذه القائمة أو يتصدر القوائم المختصة بالفساد، المختصة بالسرقات، بالوضع المتدهور، بالخطر الذي تسببه العاصمة بغداد أو البلد كعراق بشكل عام. هذه هي التصنيفات وهذه هي الأوضاع التي يعيشها هذا البلد. سنتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى تذيل العراق دائما في القوائم والتصنيفات، وأيضا ما الحلول التي يمكن أن تتوفر من أجل إنقاذ العراق مما هو فيه. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم 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 اتحرك قوم لان عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا تقرير أعده كل من جامعة وارتون في ولاية بنسلفانيا ومؤسسة يو اس نيوز اند وورد ريبورت المختصة بتصنيفات الجودة ومجموعة باف الاستشارية بعلم التسويق، خرجوا بتقارير وتصنيفات حول طبعا مستوى الثقافة أو مستوى الثقة وبيئة المعيشة للنساء وتربية الأطفال، النفوذ الاقتصادي، جودة التعليم ونوعية الحياة. من 80 دولة تذيل العراق القائمة بحسب تصنيفات هذه المراكز. أيضا مؤشر بلومبرغ للابتكار لعام 2019 خرج قبل بضعة أيام، العراق خرج من هذا التصنيف لمؤشر بلومبرغ بالنسبة للابتكار لعام 2019. التقييم والتصنيف الذي شمل اقتصادات 60 دولة حول العالم كان يتضمن عدة محاور، طبعا من بينها الانفاق على البحث والتطوير، الانتاجية، التعليم الجامعي. العراق دائما طبعا كان في بعض الأحيان يا اما يتذيل أو يخرج. طبعا لا يوجد ابتكار ولا يوجد انفاق على البحث العلمي والتطوير في العراق، ولأنه لو كان هناك لرأينا ثمار هذا الانفاق وثمار هذا الاهتمام بهذا المجال، مجال التطوير والتصنيع. لكن بشكل عام العراق كبلد دائما ما يتذيل القوائم من ناحية جودة الحياة، جودة المعيشة، الاقتصاد، المستوى العلمي، المستوى الثقافي، المستوى الأمني. دائما ما نجد بغداد كأخطر مدينة في العالم تخرج لنا ضمن التصنيفات. دائما ما نجد الجواز العراقي، جواز السفر، هو من أسوأ الجوازات الموجودة حول العالم، والآن يمكن يدخلنا 24 دولة أو أقل، وبعض هذه الدول أيضا تحتاج إلى فيزا إلكترونية. للأسف أمر
مخزي وأمر مخجل وكذلك محزن أن نجد بلد كالعراق بهذه الإمكانيات وهذه الثروات الطبيعية والبشرية عفوا يتذيل هذه القوائم. ما الأسباب التي تقود العراق إلى هذا الموضوع؟ سيخرج من يقول الحكومات المتعاقبة، لكن الحكومات المتعاقبة ماذا عن الحديث الدائر والدائم الذي يخرج من ألسنة هؤلاء المسؤولين حول تطوير العراق وإدخاله مرحلة جديدة؟ والآن استمعتم إلى همام حمودي، كان نائب رئيس البرلمان السابق، يتحدث عن الوضع الذي يعيش فيه العراقيون. ولا دولة مثلكم، من أي نواحي، ما النواحي التي يستند عليها المسؤول في العراق عندما يحاول أن يجمل الوضع الموجود في العراق الآن؟ ماذا يمتلك العراق الآن من إمكانات ومن مجالات يستطيع أن يتفاخر بها أمام المجتمعات الأخرى أنه متقدم أو متصدر في هذا المجال أو ذاك؟ ما الذي يمتلك؟ طيب، معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت قلت ماذا يمتلك العراق؟ والله أستاذ عندنا إمكانيات وكفاءات عظيمة، بس ليس في مجال العلوم التطبيقية، ليس في مجال الزراعة والصناعة والطب والهندسة والعلم النووي مثل ما يقول. لا، عنده كفاءات عظيمة في الكذب. المشكلة هو ليس بالكذاب، المشكلة بدي يصدق الكذاب. يعني 15 سنة مرت عليه، أنت شحطت من الكذاب غير الوعود الكاذبة والضحك على عقولكم وتدميركم، إما يأخذ راح روحك ودمك ومالك ويجزك للمقبرة. أنت شو حصل من عنده؟ العيب مو بهذا الإنسان. إحنا ب 2016 إحنا ما يجوز علينا أن نلوم هذا العدو الموجود، هذه العصابة الموجودة. إحنا علينا أن نلوم نفسنا. وين أنت يا الشعب العراقي؟ بلد حضارة عمره 7000 أكثر من 7000 سنة، يعني يجون شذوذ شاذين، الناس شاذين خارجين لا أخلاق، أصلا اسم أخلاق ماكو موجودة عندهم، يجون يضحكون على شعب عمره 7000. هذا طبعا يعني صعبة صعبة المتحشي صار. يعني أنت ما عندهم غير بضاعة الكذب. التدهور الأمني شنو سببه؟ هم الذي يقومون بالتدهور الأمني، هم الذي يريدون يكون التدهور الأمني مستمر، لأنه في حالة استمراره أو في حالة اكتفائهم من تدمير هذا البلد معناه هو سقوطهم. فلهذا تشوف المشاكل مستمرة والقتل مستمر والسرقات مستمرة وكل شيء مستمر يا أستاذ محمد، ولن ينتهي هذا المسلسل إلا بنهايتهم. نهايتهم عاد عند الله سبحانه وتعالى. عندي سؤال يا أبو عمر، عندي سؤال. الناس اللي دا تشوف العراق دولة منهارة على كافة النواحي وبكافة المجالات، دائما ما تتذيل، يعني تخرج تصنيفات من معاهد، إن كانت بريطانية إن كانت أمريكية أوروبية من أي دولة حتى كانت، وما زلنا نرى هذه الدول التي تحتضن هذه المنظمات والتي تحتوي هذه المنظمات والتي لديها ثقة بالمنظمات التي تخرج هذه التقارير، ما زلنا نراهم يعترفون بالعراق، يعترفون بهذه السلطة، يتعاملون معها. هناك علاقات اقتصادية وطيدة، هناك علاقات سياسية قوية ما بين هذه البلدان التي تخرج منها هذه التقارير وما بين الحكومات الفاسدة الموجودة في العراق. أستاذ، احنا نعرف انه بريطانيا وفرنسا وامريكا هذول عندهم مصالح مالية واقتصادية وتجارية، هذول من هنا يدزون المنظمات الأهلية على أساس حقوق الإنسان وغيرها وغيرها للضحك على عقول الناس. أما في الحقيقة، جوهر الحقيقة يا أستاذ العزيز، هذه أنت تشوف أنت الأموال اللي بدها تسرق من العراق هاي وين تروح؟ يعني معقولة تروح لإيران لو تروح السوري؟ لا، هي غالبية العظمى 99% من عندها موجودة في بريطانيا. بريطانيا عايشة على، كذلك سويسرا كذلك فرنسا، هذه الدول عايشة على مئات المليارات اللي تسرق من حكام هذه المنطقة، خاصة هذه المنطقة. حتى دول العالم الأخرى تسرق وتذهب إلى بريطانيا لأنها تحتفظ بها، وبريطانيا ما مجبورة ولا فرنسا ولا سويسرا أن تكشف حقيقة هؤلاء السرقات. فلهذا السبب تشوف هو يدافعون عنهم، ولا يعرفون أنه لا يمتلكون ذرة من العلم ولا من الأخلاق ولا من أي شيء من المبادئ والقيم اللي الناس مثل ما يقول تعاشي عليها. كل شيء ما يمتلكون يعرفون بهم كل زيد، يضحكون على هذا وعلى ذاك. شوف يعني سئلوا وقالوا يا ب 1500 مليار هذا إبراهيم الجعفري، هذا يعني هذا المريض، مو مريض هو نفسيا، مريض عقليا. هذا
27 مليار دولار منين جابها؟ قال نوري أكثر من 150 مليار دولار منين جابها؟ لكن 50 مليار وهذا 60 مليار منين جاب؟ محطوطة كلها. أنت عندك البضاعة الوحيدة الموجودة عندهم ينكذب. هم ذول السياسيين يعني يقولون عليهم عراقيين. شكرا يعني أبو عمر أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون، أشكرك للمشاركة وضحت الفكرة. أبو أيسر من تركيا تفضل. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أستاذ هي القضية ممنهجة، يعني نحن نعرف قضية ممنهجة من زمان مو هسه، يعني دخلوا الاحتلال الأمريكي بمساعدة إيرانية لتدمير كل ما يوجد من خيرات، من اقتصاد، من روح وطنية بالعراق، من تعليم، من زراعة، من صناعة. يعني هسه اللي مستلم الدولة هم شلة عصابات قتلة. طيب برأيك يا أبو أيسر، اللي المسؤول اللي باوع ويشوف العراق دائما ما يتذيل التصنيف، دائما ما يتذيل الترتيبات. اسمح لي بس أبو أيسر، بس أسألك سؤال. المسؤول اللي يباوع ويشوف العراق دائما بذيل القوائم ووضعه من سيء الى أسوأ، شنو ردة فعله تجاه العراق وتجاه هذا يعني البلد وثرواته وشعبه؟ أسأل كل سياسي يقول اني شريف، بس ماكو سياسي شريف. نعم. اذا يقدرون هم هسه السياسيين يحركون جندي واحد بالاراضي الايرانيه كان الدنيا تقوم ما تقعد. وهسه النفوذ الايراني مباح بالعراق، زين؟ نعم. بموافقة أمريكا، هذا غزل إنه إحنا والله راح نسوي حصار على إيران، الأمريكان وكذا وكذا، هذا كله غزل. هو قضية ممنهجة لتدمير العراق، زين؟ من كل القضايا، من الصناعة والزراعة، حتى إيران ما تريد العراق تقوم لقائمة ويزرع ويصنع وتعليم وقضاء، وكل هذا تدمير ممنهج. نعم. وأنا أتأسف على السياسيين السنة، عوائلهم وعشائرهم مهجرة. بالشتاء القارص وبالصيف الحار مدمرين، وهم يتفرجون عليهم بس ما يأخذون رواتب وقاعدين وساكتين. نعم. مع الأسف لو عندهم شرف كان ما بقوا بالحكومة. أشكرك أبو عيسى. دولوا القضية لدى كل العالم، في أوروبا وفي كل العالم العربي والجامعة يعني العربية. يعني تتوقع يا أبو أيسر تتوقع أنه العالم ما يدري الوضع اللي ديمر بيه العراق؟ يدري يا أخي، يدري العالم، هم شعب ساكت ما يريد حقه، يدري العالم. يعني الشعب ده يقتل يوميا بيد الميليشيات. نعم. ما أدري يعني شنو هذا السكوت. شكرا أبو أيسر، كنت معنا من تركيا. لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: أكبر فتنة على الأرض إيران، إلى متى يبقى شعب العراق على هذه الحالة؟ ولدينا رسالة أخرى من السيد مبروك من الإمارات يقول: أخي محمد، العراق وأوضاعه وأزماته في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية يتصدر القائمة في ظل حكومات متعاقبة تفعل أو تفعل الفساد في جميع مفاصل البلد، وكل هذا يحدث منذ الاحتلالين الأمريكي الإيراني. كذلك أوضاع الشعب في ظل سطوة الحكومات المتعاقبة معها الميليشيات المجرمة بحق الأبرياء في المدن المدمرة. ولدينا أيضا رسالة طويلة من السيد مبروك، شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. منظمة جيزفي الإيطالية للإغاثة الإنسانية قالت إن الأطفال في محافظة نينوى لا يزالون غير قادرين على الحصول على تعليم جيد بعدما نهبت المدارس أو دمرتها الحرب. أضافت المنظمة في تقريرها أنه منذ أكثر من 3 سنوات لم يتمكن معظم أطفال الموصل من الذهاب إلى المدارس بسبب المعوقات السياسية والاقتصادية. السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هي لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولكل شريف عراقي. حياك الله أم عبد الله. أستاذ، إحنا نشوف يعني الوضع اللي نشوفه هسه واللي عايشين فيه في العراق، يعني كل شيء متأخر، كل شيء ماكو يحصل بيد العراقي، بيذوب العراقي ويريد خدمات ويريد تعيينات ويريد اكو عطالة هواية، اكو يعني كلش مشاكل هواية واصلة للعامة. استاذ، احنا البارحة احد المتظاهرين من اهل البصرة كان بيهدد الحكومة يقول لهم احنا راح يجينا الصيف وكل شيء ما سويتونه،
نعم. المي راح يبقى المي نفسه متسمم زين. اذا هي كل اللي يحبينه هو مسموم، نهر دجله، اسماك مسمومه، قوانا مسموم، اشجارنا انقلعت، مواردنا المعدنيه انتهت. يعني انت قاعد تتكي على المي والعراق هو ضايع كله، وانتوا قاعدين تقولون نريد مي نريد مي يا مي يا مي. وهذا هذا يسحبنا الى سؤال طرحه السيد ابو ياسر من تركيا وايضا ابو عمر من السليمانيه، يتحدثون ما اسباب هذا السكوت؟ استاذ احنا تحت وطأة مؤامره كبيره، مافيا كبيره. لا تتصورون العادل عبد المهدي هو راح ينفذ قرارات امريكا ويريد يسكت الشعب وما ادري شنو. ترى عادل عبد المهدي واحد سكوتي، هو دي مع جماعته يقومون عمليه تخطيط سياسي كبير ومافيا كبيره هي تشمل مصلحتهم، وهي انشاء شركه نفط وطنيه، انشاء شركه نفط وطنيه. هذه تكون مسؤوله على كل نفط العراق ما عدا شمال كردستان، وهذا حتى يقولون على اساس حجتهم انه منع للبروتوكولات ومنع للروتين اللي دا يصير بين الشركات وما ادري شنو. هي تقوم بعمليه كل هذا، بس هو انت شوف بالباطن شنو يعني، معناه شركه النفط راح يباع النفط الى ما ادري اي جهه، اما امريكا اما اسرائيل اما ايران اما السياسيين. فاحنا ساكتين، ترى بقنا بس النفط، بس النفط بقى في العراق، ترى كل شيء راح من عندنا. الناس يعني هو مش يقول عادل عبد المهدي يسكت الناس انه شايل كم سواتر كونكريتية يروح الى دار الايتام، ومع العلم ان هاي الشركه خصصت صندوق للرعايه الاجتماعيه بحيث ما تشتد حاجه اسوأ فقير. يعني فكيف هذه الشركه هي انشئت لصالح الشعب العراقي؟ طبعا هذا مو لصالح الشعب العراقي، هو واحد من المسؤولين الشرفاء، هو عرف الشغله وقام بعمليه ما اعرف شنو العمليه اللي قام بها، وهسه انه يعني خلص العراق من هذه الكارثه. فانت يا شعب، انت يا شعب اذا عندكم النفط، ترى بس النفط الوارد بقى عندنا، ترى كل مباع. وش مستفاد من الشعب يا ام عبد الله؟ وين وين عندنا النفط يعني هسه؟ ايش مستفادين منه كمواطنين؟ احنا ما مستفادين، بس من راح ينباع وتصير الشركه الوطنيه، انت ما تعرف منه المن هذه الشركه. فما احنا غسلنا ايدينا من العراق وثروات العراق. لهذا على الشعب انه لا يقول اريد ماي، انا اريد سياده، اريد بلدي، اريد وطن بما يملك به من ثروات نفطيه. يعني كل يعني هذا القانون هو مشحف بحق العراقيين، يعني كارثه كارثه. استاذ احنا اذا ما نقوم بعمليه توعيه، واذا عندكم قناتكم الشريفه نقوم بتوعيه المواطنين والشيوخ واهل الجنوب، اهل الجنوب اكو مثقفين لازم يعرفون ان ثروات البلد انتهت، اخذوها السياسيين. فلازم يكون انه يكونوا ايش وحده السنه مع الشيعه والطبقات الاخرى او الاقليات الاخرى، انه تحافظ على كيان وطننا او ثرواتنا اذا صار هذا الاتحاد. شكرا جزيلا ام عبد الله. تتحدث السيده ام عبد الله عن مشكله الحلول الترقيعيه. الحلول الترقيعيه التي يخرج بها بعض المسؤولين، ان كان حيدر العبادي، ان كان عادل عبد المهدي، ان كان المالكي، اي شخصيه حكمت في العراق، أي شخصية تسلمت منصب أو حتى وزراء أو برلمانيين أو مجالس محافظات يخدمون محافظاتهم، المفروض هؤلاء يخرجون بحلول ترقيعية. يعني مشكلة الماء التي حدثت في البصرة والتلوث الذي حصل في البصرة، خرج حيدر العبادي وقتها بإرسال بعض الصهاريج المحملة بماء نقي من أجل يعني سد حاجة الناس لبضعة أيام. هذا كان حل ترقيعي، لم يعالج مشكلة الماء، لم يحاسب وزير الموارد المائية الذي كان مقصرا في أداء واجبه تجاه هذه المحافظة أو أي محافظة أخرى في العراق. ليس هو فقط، بل كل مسؤول شارك فيما يحدث للمدنيين في البصرة وقتها أو لأي محافظة أخرى. ثم بعد ذلك سقف المطالب في البصرة كان يتحدث عن البطالة، فخرج
العبادي وقتها بعشرة آلاف وظيفة وهمية لم يحصل منها أهالي المحافظة على أي وظيفة، وذهبت إلى المسؤولين وأبنائهم وإلى الواسطات. الحلول الترقيعية هي مشكلة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة لم تعالج. دائما المشاكل الرئيسة الموجودة في العراق تعالج بالترقيع بطريقة خارجية، تجميل فقط للكارثة الحقيقية الموجودة في العراق. المشكلة الثانية والتي تحدثت عنها السيدة أم عبدالله وهو سقف المطالب بالنسبة للمتظاهرين. شاهدنا واستمعنا إلى مطالب البعض من المتظاهرين الذين خرجوا في المحافظات الجنوبية، كانوا يتحدثون عن الخدمات وعن الماء وعن الوظائف، لكن النقطة الأكبر التي تحدثت بها أم عبدالله وتحدث بها الكثير كذلك هي وضع البلد بشكل عام. المسؤول عن البطالة والمسؤول عن الخدمات والمسؤول عن انهيار البنية التحتية الموجودة الآن في العراق والوضع الأمني والاقتصادي والسياسي، المسؤول هو الحاكم ومن معه من وزراء ونواب وأحزاب وغيرها، هؤلاء هم المسؤولون عن ما يحدث الآن في العراق. لذلك ترى السيدة أم عبدالله وغيرها طبعا وغيرها بأن المطالب يجب أن تكون أعلى من ذلك بكثير، يجب أن تشمل الخلاص من هذه الحكومة والإتيان بحكومة وطنية تعالج هذه الأزمات من الجذور وليست بحلول ترقيعية. صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ، وعليكم السلام ورحمة الله الكريمة وبالمشاهدين الأعزاء. بالنسبة لموضوعكم اليوم موضوع قيم، يعني احنا خلينا نحكي بانجازات الحكومه، شنو انجازاتهم من 2003 لحد الان. يعني نريد اي حزب او اي كتله او اي مسؤول سياسي يطلع يحكي بالانجازات، يعني بناء الجسور او كليات او مطار او مستشفيات او مستوصف او شوارع او مولات، يعني مولات للحكومه تابعه مو تابعه للاحزاب مثل مول منصور والحارثيه. نعم، نريد انجازاتهم شنو، وأول ما نريد إنجازاتهم يعددونها، يعددونها بجنوب العراق، لأنه هي الحكومة محسوبة على جنوب العراق حقيقة. يعني الحزب الحاكم، الحزب الدعوة العميل، هو اللي مسيطر ومهيمن على دفة الحكم على منصب رئيس الوزراء، وهو الأمور كلها بيده. نعم، الصرف والميزانيات والتعيينات والوزراء والمحاصصة المقيتة اللي هي أساس بتدمير هذا البلد. شنو إنجازاتهم في جنوب العراق؟ شوف أهلنا بالبصرة، يعني أقل شيء يطلبون ماء صالح للشرب وأمان وتعيينات، والناس اللي بطالة لهم وظائف أو عمل، يعني مو شرط اللي يقول لك حتى عامل بلدية ما يخلوه جايبين شركات من شركات أجانب يشتغلون بالبصرة. عندي سؤال، احنا عرضنا بداية الحلقة، طبعا هذا ليس بجديد، هو مقطع انتشر سابقا، يعني حديث همام حمودي عن وضع العراق، طبعا هذا مرتبط ارتباط وثيق بموضوعنا اليوم عن لا بلد أو لا دولة مثلكم. عندما يتحدث المسؤول في العراق بهذه الطريقة وهو ينظر إلى البلد بأنه منهار اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا، يعني عندما يخرج بهذا التصريح الذي لن يصدقه مجنون في العراق الآن، من انعكاس هذا التصريح عليه كشخص؟ كيف ينظر إلى نفسه وهو يرى البلد منهار وهو يكذب بطرح الأفكار المزيفة طبعا عن البلد؟ بالطبع أستاذ، يعني همام حمودي لو ينظر إلى وضع المادي قبل 2003 شنو كان، ويشوف هسه حاله الوضعية المادية اللي الإمكانية اللي يمتلكها حاليا من وراء هاي التصريحات الكاذبة. وصدقني حتى اللي مؤيدين إليه يعرفون أنه إنسان كذاب، لكن هو مستفاد من هذا التصريحات وهاي المناصب والعلاقات اللي مع الفاسدين الوزراء ورئيس الوزراء والأحزاب، يعني عايش على هيك تصريحات في سبيل يمشي أموره. لكن ما كلها تعرف بي ان شخص كذاب، وكل الحكي اللي حكاه من انها حكومه يعني احسن حكومه جت بتاريخ العراق كله كذب. احنا نعرف العراق والعراقيين يعرفون العراق امتى ازدهر وامتى بنى العراق ومنو بنى العراق الحقيقي، مو هذا العراق اللي هسه عراق حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية الكذابة اللي حاليا هم عايشين على إنجازات النظام السابق وكل إنجازات ما عندهم همام حمودي وغيره. خلي يطلع همام حمودي يقول سوى بكربلة ونجف من إنجازات، يعني لأهلنا بكربلة ونجف شبنا لهم. هذه رسالة منك يا سيد صباح إلى كل مشاهد سواء كان مع أو ضد هذه السلطة،
ليخرج بإنجاز واحد قامت به حكومات ما بعد الاحتلال لغاية هذه اللحظة. إنجاز واحد. عندهم أستاذ أكو عندهم بعض الإنجازات لازم حقيقة واحد يذكرها لهاي الحكومة. يعني إحنا محافظتنا الموصل الحدباء العزيزة. يعني كانت الناس عايشة بيها وببيوتها وأملاكها ومتنعمة وحتى وظائف ما لهم وعمل ما لهم، لكن راضين أولاً ما عايشين مخيم أو عايشين خلينا نقول مستأجرين في إقليم كردستان. جت هاي الحكومة الصفوية العميلة دمرت الموصل عن بكرة أبيها وبالذات الجانب الأيمن. يعني الأرض المحروقة دمرتها بالكامل، هاي تعتبر إنجاز علم إنجاز للاتحادية والحزب الدعوة والأمريكان والفرنسيين اللي أبادم مدينة كاملة وياها مدينة القضاء بيجي. بيجي هم تعتبر خارج الخدمة حاليا، يعني الأرض منكوبة. هاي إنجازات حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية الحقيقة لازم نذكرها، الأمراض اللي انتشرت، المخدرات اللي انتشرت، الفساد الموجود، القتل على الهوية، الكواتم اللي حاليا رجعت والناس اللي غيبوها بالآلاف. حادث الصقلاوية 640 بزيبز الرزازة غيرها، هاي إنجازات الحكومة اللي يحجون يتبجحون بالإعلام يقول لك احنا حكومة اي دولة، حتى عيب نقول عليهم حكومة عراقية، خلّم الجواز العراقي يعني لا شيء، وصرنا احنا الدولة رقم واحد بالفساد وبكل شيء الاول بالخراب. اما إنجازات حقيقية يعني عيب عليهم يحجون كلهم. طيب. من كبيرهم الى صغيرهم. اشكرك سيد صباح. لدينا رسالة وانا حقيقة يعجبني لما أواجه هكذا رسائل في بعض الأحيان، لأنه من المهم أن نستمع إلى رأي المعارضين كذلك أو المعترضين علينا بشكل عام. يقول: السلام عليكم، نتيجة متابعتي لفضائيتكم وجدتكم محرضين طائفيين ضد الشيعة في العالم وخصوصا في العراق، والغريب وجدت عوام وشيوخ دين وعشائر وفضائيات سنية تحرض وتشتم إيران حتى متصليكم، ولا أعلم سبب عدائكم لإيران إلا لكونهم شيعة، وتركتم إسرائيل وأمريكا اغتصبت رجال ونساء من السنة وقتلوا مئات الآلاف من السنة. أتحداكم أن تقرأوا رسالتي برنامجكم. قرأنا الرسالة، هذا واحد. اثنين، تابع القناة إذا أنت كنت فعلا متابع، وكما تقول نتيجة متابعتي. لو خرج منا نهج طائفي أو حوار طائفي بأي طريقة كانت، أنا مستعد أن أتقبل منك المقطع ونعرضه على الشاشة. هذه القناة منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة تتحدث عن وحدة مجتمع ووحدة طوائف. طبعا هذه التقسيمة اللي جاء بها الاحتلال ومن معه بعد الاحتلال، الذين وضعوها وقسموا بها المجتمع وأبادوا بها الآلاف نتيجة حروب طائفية وشعارات طائفية مرفوعة هنا وهناك. هذه القناة عندما يتحدث أحد من المتصلين، وأنا شخصيا أتحدث، عندما يخرج أحد من المتصلين ليشتم طائفة أو مكون معين يقطع الاتصال معه ويرفض تماما، والنتيجة هو أنه التعميم مرفوض. خلاصة القول: التعميم في الهجوم على أي طرف كان مرفوض، ودائما ما نتحدث عن من يتشدقون بالشيعة أو يتحدثون بأنهم يمثلون الشيعة من سياسيين. حتى المظاهرات الجنوبية التي خرجت هي رفضت هؤلاء الذين يتحدثون باسم الشيعة، لأنهم دمروا المحافظات الجنوبية ودمروا الشيعة أنفسهم. هاي نقطة. النقطة الثانية: لماذا تهاجمون إيران؟ ما الذي قدمته إيران من نفع لهذا البلد غير المخدرات والسلاح والميليشيات؟ انظر إلى قادة الميليشيات كيف يتحدثون عندما يمدحون إيران وهم يقتلون بأبناء بلدهم. ماذا يعني أن نجد من لديه الولاء المطلق لإيران كواثق البطاط أو قيس الخزعلي أو هادي العامري أو المهندس، هؤلاء الذين تربوا وترعرعوا في إيران وقاتلوا مع إيران ضد العراقيين وقتلوا من العراقيين الآلاف، وفيديو هادي العامري موجود ما يحتاج. إيران تتدخل في الشؤون العراقية وهي تعترف بتدخلها، ومسؤولين كثر تحدثوا عن العراق الحديقة الخلفية، بغداد العمق الاستراتيجي لإيران، العواصم العربية خمسة والعاصمة الإمبراطورية الفارسية والعاصمة بغداد، ولا يوجد مسؤول في العراق كان يرد على هذا الهجوم أو هذه التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين، غيرها طبعا الكثير من التدخلات الإيرانية الموجودة في السلطة والسياسيين يعترفون مو أني. أمريكا وإسرائيل طبعا هذا الكلام يعني أنت
ما أدري من جاهب أمان، تركتم أمريكا وإسرائيل، روح تابع زين. ويعني بشكل عام أبو بلال من بغداد بشكل عام يعني مرحب بالآراء المعترضة، لكن فليكن الكلام منطقي، يعني مو مدفوع من أحد أنه تجي تتهجم بهذه الطريقة وأنت ما متابع زين. أبو بلال تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، لا عليك بهذه الأصوات النائقة التي لا تفقه ما تقول، إنما مجرد هي عاطفة فارغة، فهؤلاء لا نهب لهم. نعم. لأنهم لا يتخذون على منطق من الحق والمنطق، يعني هو لم يؤثر بشكل، لكن هو فقط يعني هذا الموضوع حتى يطرح للمشاهدين أنه نحن لا نفرق بين المتصل المؤيد والمتصل المعارض، لكن فليتحدث بمنطق، هذا هو كل جوهر الكلام. يعني والله أستاذ محمد، الذي لا يرى الدمار الحاصل في العراق ويعترف بذلك، يعني اعتقد انه هذا مصاب بخلل في عقله. نعم. او ربما يعني اعمى العينين، واحد من هذين الامرين. المهم استاذ محمد احكي لك، يعني عجبني شخص ذاك اليوم قال يبدو ان الدمار الذي احدثه حكم العمائم يفوق الدمار القنبله الذريه التي اطلقت على هيروشيما. وهذا بالفعل الدمار الذي حصل بالعراق على ايدي هؤلاء المجانين، هذه الحكمه الطاغمه الحاكمه الارهابيه في بغداد، يعني لم تدع مجال من مجالات الحياة، لا في الاقتصاد ولا في الصناعة ولا في الزراعة ولا في المياه ولا في الهواء ولا في البشر نفسه إلا ودمرته. فالساد إحنا الحديث عن الجانب العلمي وتطوير القدرات العلمية، هذا يعني هذا من الأمر، يعني من الأمور التي لا يمكن يعني أصلا أن نحاج الحكومة بها، لأن الحكومة هي من أطلقت حملة اغتيال العلماء، يعني أكثر من 3000 عالم عراقي ومفكر وأديب وسياسي واقتصادي وحتى علماء الذرة تم قتلهم وتصفيتهم بالعراق. فإنسان هذولا يدفعون عن إيران مثل هذا اللي تكلم قبل شوية أو غيره. يعني شوف إيران وين وصلت، إيران استقطبت كل القدرات الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وجابتها إلى إيران، طورت نظام الصاروخي وسوت الآن مفاعل ذري وتطمح إلى امتلاك القنبلة الذرية لكي تهدد بها العرب المسلمين. لكن ماذا قدمت إيران؟ ماذا قدمت هؤلاء الذي يقولون نحن موالون لإيران؟ والله يا أبو بلال، اتصلت بنا اتصلت بنا سيدة إيرانية سابقا في هذا البرنامج، واتصل بنا مواطنون عراقيون في السابق في هذا البرنامج يتحدثون عن كيف يتم التعامل معهم في المطارات الإيرانية، وهم عراقيون وعرب، في المطارات الإيرانية وفي داخل إيران من إهانة وازدراء وإذلال للعراقيين الذين يذهبون، إن كانوا شيعة أو سنة أو أي عراقي يذهب إلى إيران. هذا حديث ناس اتصلوا بنا ومقاطع عرضناها، كيف يتعامل ضابط الجوازات في مطار في إيران بإهانة المواطن العراقي والتعامل معه بطريقة حيوانية. يعني لا أفهم سبب الدفاع المستميت عن إيران. والله استاذ للاسف هذا هو سببه الجهل، وسببه كما قلت لك العاطفه الفارغه. يظنون ويعتقدون ان ايران فعلا هي دوله اسلاميه، وصدق من قال ان تسميه ايران بالدوله الاسلاميه اشبه بتسميه الخمر بالمشروبات الروحيه. طيب يعني احنا هي خمر، هي مسكر وهي نجاسه، نسميها مشروب روحي شلون يصير؟ فهي ايران دوله مسلمه، دوله دينها يعني على طول الشعر نصب بالسياره يقول فيا سائلي عن قوم اخبرك ان دينهم أن تقتل العرب، هم هذا دينهم أن تقتل العرب. طيب. أستاذ بس نقطة واحدة لك اللي قبل. تفضل أبو بلال. سمين. أستاذ والله العظيم تجمت على الكفاءات. يعني أنا عندي أهلي مريضة بالقلب. نعم. وراحت إلى مستشفى ابن البيطار للمراجعة أول مرة. زين. ثق بالله أستاذ كان عندنا قسطرة. زين. وكانت أيام زيارة. أحد الأطباء الموجودين يسالف فيها الطبيب الثاني. نعم. يقول له الهريسة شفاء من كل داء. زين. بالله العظيم يا استاذ، زين يعني ما دام الهريسه شفاء من كل داء، ليش ما تعزل المستشفى وتروح تطبخ هريسه وتبيع للعالم وتصرف الراشد في هريسه معون معانين؟ فيا استاذ هاي العقليات هي اللي دمرتنا. نعم. انه يظنون ايران هي الدوله الاسلاميه، فنقول لا حول ولا قوه الا بالله وحده الله سبحانه وتعالى. يعني الشعب ظال، واشكرك استاذ محمد. شكرا جزيلا ابو بلال. الهريسه دواء لكل داء. طيب. هذا طبعا من المنجزات التي نتحدث عنها. الوضع الصحي في العراق طبعا ومن أشهر الأزمات التي مر بها العراق في فترة عديل أحمود الوزيرة السابقة، هذه الكوارث والفضائح التي خرجت عن مؤسسة الصحة في العراق. عموما نقرأ
رسائل أخرى. يقول أحد المشاركين وهو حسام: السلام عليكم، صحيح كل شيء بالعراق له حلول ترقيعية حتى التظاهرات ترقيعية، ولهذا وصلنا إلى هذا الحال البائس. رفعوا شعار شلع قلع، وما هي النتيجة؟ أصبح العراق طائفية شلع قلع، فساد شلع قلع، فقر شلع قلع، عمية شلع قلع، وأخيرا إرهاب وتمويل للإرهاب شلع قلع. يا شعب العراق انتبهوا انتبهوا، وقولوا لا للظالم ولا للفاسد ولا للاحتلال. أما بالنسبة للأخ الذي أرسل رسالة يقول القناة ضد الشيعة، قل له ارجع إلى وزير الخارجية ظريف الذي قال إن إيران لا تريد إيذاء إسرائيل. طيب، في رسالة أخرى لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، المرجعيات الشيعية والسنية والحكومات التي جاءت من 2003 ولغاية الآن تسرق وتنهب من خيرات العراق، والشعب ساكتين عليهم، وإيران تدعم الميليشيات الإرهابية في العراق من قتل وتسليب وإبادة المدن بحجة الإرهاب، ولا فرق بين أمريكا وإسرائيل وإيران، كلهم مجرمون ضد المسلمين. أخوكم أبو عمار من السويد. يقول أحد المشاركين جواب على هذا، وبدون تجاوز، يعني لن نقبل التجاوز حتى على المشارك، جواب على هذا الشخص يقول: الذي يتهجم على القناة وعلى السنة، ليش تغسل رجل الإيراني وتسرح أو تسرح وتمرح أو يسرح يمرح الإيرانيون بالبلد، وهو الذي أدخل المخدرات وقطع المياه وشكل العصابات، بس منين نجيب ناموس الميخجل؟ رسالة أيضا لدينا يقول: هو نفس الشخص. السلام عليكم، أشكركم على الرد بأدب، ولكن أقول شتم وسب بالإساءة بمسمى روافض وصفويين، نحن كشيعة نفتخر باسم كذا، وقبل قليل أسيء للصفويين وهم شيعة، هل تتكلمون عن الوهابية؟ هل تتكلمون عن يا أخي أنت تعايش بعالم ثاني، نحن نتكلم عن وضع العراق كبلد منهار اقتصاديا اجتماعيا أمنيا ثقافيا سياسيا صحيا. يعني خلنا نبدأ نقرأ بعض المعلومات لعل الأخ ينتبه إلى ما يحدث من حوله ويترك هذه الأمور الأمور الدينية. يقول النائب عن محافظة نينوى، اسمح لي رجاء، يقول المحافظ النائب عن محافظة نينوى حسن العلو يقول: إن الجهات الإدارية بالمحافظة تسهل عمليات سرقة صهاريج النفط من حقول الجيارة بشكل يومي، 100 صهريج نفط تسرق يوميا بحسب نائب عن محافظة نينوى. تحدثنا طبعا عن التقارير التي تضع العراق في ذيل التصنيفات. جوزيف سلاوي يتحدث عن السفارات في سفارات العراق في الخارج وقنصلياته تعود إلى شركات لعائلات السفراء والسياسيين بعد سيطرتهم على التوظيف، فساد. يقول عضو التحالف الكردستاني مسعود حيدر: إن القانون في العراق فاسد، ورغم ذلك فهو لا ينطبق، وإن الجهات السياسية فوق القانون. النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، هذه تابعة للمالكة، علي نصيف، تقول: وزير التجارة بإجراء طالبت وزير التجارة بإجراء إصلاحات جذرية في ملف البطاقة التموينية من خلال استبدال المدراء، لأن المفردات بلا قيمة وكميتها قليلة. رئيس لجنة التحقيق النيابية في تعيينات تربية الديوانية عباس الزاملي يقول: تحقيقات الأولية كشفت فساد بتعيين أكثر من 400 شخص في وظائف غير معلنة، جلهم من أبناء المسؤولين في المحافظة والتربية. انظر إلى واقع التعليم في العراق وانظر إلى واقع التربية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه حكومية، انظر إلى النسبة واستمع: وجود أكثر من 17% من الشرائح الفقيرة والمعدومة في المجتمع العراقي. هذه رواية حكومية، الواقع دائما ما يكون أكثر. معنا اتصال. أبو زكريا من كركوك، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك أحيي كل المشاهدين على قناتكم، وأحسن قناة شفتاني هو الرافدين، لأن المتصلين من بصرة شيعة سنة كلهم يحشون بقناتكم. هذا أبو رسالة، يعني علي شاهد من قناتكم، لأنه قناة شريفة ويدافع على العراقيين، وأنتم يعني مكون عراقيين أصليين أنتم. مو تقول ليش يجي طار إيران؟ إيران وش خلى بالعراق؟ عندنا 350 طيارة هسه مسجونين بإيران من 2004 لحد اليوم. نعم. علماء
مئات العلماء تهجروا وذبحوهم، دكاترة ما خلوه، ما خلوا أي شيء. يعني شو إيران سوى لنا؟ إيران مسح له اليمن، العراق، سوريا، لبنان، يعني وما يقولوا هذه ديكتاتورية إيران؟ نعم. يعني أنا أبو زكريا استغرب، أبو زكريا استغرب من الناس اللي تعوف البلد المدمر اللي ما بي خدمات وما بي مي ولا كهرباء ولا صحة ولا كل شيء، وتروح تركز لي على ليش تحكي على الشيعة وإيران صفوية بها شيعة وما أدري شنو، ويدخلنا بأمور الدين والطائفة. إحنا شعلينا بهذا الكلام. أمور الدين، أمور الدين اللي قالوه أهالي المتظاهرين بالجنوب باسم الدين باقون الحرامية، شفاد الدين اللي استخدمه السيء أو الفاسد بطريقة خاطئة، ش قدم لهذا البلد وش قدم لهذا المجتمع؟ البلد دينهار ومن سيء إلى أسوأ. أنت تتكلم لي بشؤون الدين وبأمور الطائفة وليش تحكي على الشيعة، ومن تتكلم أصلا؟ البلد منهار، البلد ما بي أي مقومات لكي يحسب أنه بلد بشكل عام. أخي محمد، أنجز بلد هو هسه العراق، أنجز بلد هسه هو العراق. جلد المظاهرات من البصرة، إيش قد يقتلوا منهم فوق 30 واحد؟ نعم. مو شيء عمة، ليش ما يعس عليهم؟ على مثل ما 30 واحد قتلوا، وكم واحد انجرحوا؟ نعم. العراق صار بي حتى التراب انباعت، تراب العراق كله انباعت. كم حصلين من نفط وما نفط؟ والله عندنا نفط. نعم. يجينا 50 لتر ب 35 ألف ونلزم سرب البنزينة ثلاث أيام أربع أيام على 50 لتر. العالم انتهى، العالم مات. ليش ما يحكون على المهجرين؟ مليونين مهجرين يعني بالخيم كاتم برد وضيم وبدون أكل بدون شرب. ليش ما يحكي على المهجرين خارج العراق اللي نزمها فوق المليونين؟ العراق الضالبي من 2004 لحد هذا اليوم ما كنا على ثلاثة، على أربعة، من أربعة وفوق صارت طائفية، صارت ذبح، يعني جزب بالشوارع. نعم. شفنا من هذول السياسيين سوون هيدا سياسيين سنة وشياء كلهم حرامية جونا يتقون من عندنا. هذول صاروا زايحين شوارع لندن، لندن ينامون بيت البلدية لو بالقاوة ينامون. هذول من رجعوا جوا انتقام على العراق، مو جايين يعني يحفظون العراق. سوونا شارع، سوونا كلية، سوونا إن شاء الله 16 سنة كهرباء ما في العراق، و50 مليار دولار صرفوا. شكرا جزيلا الحاج أبو زكريا، كنت معنا من كركوك. لا اعتراض على الرأي المعارض أو الشخص المعترض الذي يتدخل أو يتداخل معنا في البرنامج أو في أي مكان آخر بإدلاء وجهة نظره المعارضة يعني المناقضة لما نحن نتحدث به، لكن إن كان كلاما واقعيا. يعني نحن اليوم تحدثنا والسيد صباح من بغداد سأل ما هي منجزات هذه السلطة منذ 2003 وحتى هذه اللحظة، ما هي الإنجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة للعراق لهذا البلد؟ أن تناقشني بهذا الموضوع وأن تطرح وجهة النظر المقابلة وتقول لا هناك إنجازات وتعددها لي وتتحدث معي عن ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة للبلد، لماذا نرى هذا البلد بشكل عام دائما في ذيل التصنيفات والترتيبات والقوائم، ولكن أن تدخل بأمور أخرى لتبعد الناس وتبعد المشاهدين وتثير عواطف لبعض المشاهدين لكي تحول النقاش إلى طريقة أخرى أو إلى موضوع آخر، هو أمر طبعا أتاك الرد من الجميع ولا يحتاج إلى حديث أكثر بهذا الموضوع. بلد يشهد له بأنه من أفسد بلدان المنطقة ولديه أفسد المسؤولين. عندما تتحدث منظمة كالأمم المتحدة لتتحدث عن الخلل والفساد الموجود في القضاء في العراق، إذا نحن نتحدث عن رأي دولي في الفساد الموجود في القضاء في العراق، في المحاكم الموجودة في العراق، طريقة تعامل القضاة والتحزب والتخندق الموجود لدى هؤلاء في الحكم على الأبرياء والحكم على المظلومين كذلك. عندما ننظر إلى الواقع التعليمي ونرى أن العراق خارج التصنيفات التعليمية في كثير من المؤشرات، نرى أن الوضع التعليمي في العراق الآن بانهيار، حتى أنه لم يدخل ليتذيل القائمة بل خرج من القائمة. لكي تنظروا إلى وضع العراق علميا ثقافيا، التلفزيون مليان بالشواذ، شواذ الأشياء يعني، والوضع الأمني
بلد مصنف من أخطر البلدان الموجودة في المنطقة الآن بسبب كثرة الميليشيات وكثرة السلاح وانتشاره بشكل عام، وبسبب فقدان السيطرة على هذه الأدوات أو الميليشيات التي توجد الآن في العراق، وبسبب انتماءات لقادة الجيش وقادة الشرطة والوزراء أنفسهم المسؤولين عن الدفاع والداخلية، هم ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، وبلد لا توجد فيه أي مقومات للنجاح وللتفوق لكي نتحدث عن مبادئ التطوير ومناهج التطوير والدعم والأبحاث العلمية وغيرها، نراه دائما في الذيل ودائما في القائمة. نقرأ رسالة أحد المشاركين، يقول: السلام عليكم أخي محمد، هاي تعيينات لو تجارة، إذا أصغر موظف 2 خريجين كلية التربية يريد من عندهم خطية كل واحد 80 ورقة، كل موظف منطي نسبة حتى يستغل الناس المحتاجة للتعيينات. من معنا؟ غسان، سيد غسان من تركيا، تفضل. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا أخي بعد الحكي الحكيته ما أتوقع أنه أكو واحد شيء يحكي، يعني خلينا نكون واقعيين. نعم. هو بلدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، بس هذي نقولها، بلدنا صاق بيد حرامية. نعم. بلدنا صاق بيد سراق، بيد ناس ما تخاف الله. نعم. يحشون على زمن النظام البائد، يلا أنا وياك زمن النظام البائد، يكفي أنه بزمن النظام على قولتهم البائد، وألف رحمة الله على روحك أبو عداي. غسان طبنا بالموضوع. زمن صدام حسين أخويا كانت جريمة، ماكو جريمة صفر أخويا. هسه نسبة الجريمة بالعراق 99%. نعم أخويا. التعليم كانت ماكو أمية أخي، هسه ماكو أصلا بشر يعرف يقرأ ويكتب، بشر يعرف يقرأ ويكتب ماكو. نعم أخي. من ناحية أخويا الموظفين أخويا كلهم أخويا سراق، كلهم اللي يسلم علي، أنا واحد من الناس عندي معاملة بالعراق لحد الآن طالبين مني دفتر ونص، أنا ما عندي 1000 دولار. نعم. يا أخي أنا غسان أخي. أشكرك الوقت انتهى، وقت البرنامج. يعني لو جئنا لنتحدث بالتفصيل عن كل ملف أو كل تصنيف يخرج يوضع به العراق كدولة طبعا أو كمحافظة أو كعاصمة أو كحكومة بذيل القائمة، لا يأخذ منا هذا الوقت حلقات وليس حلقة واحدة، لكن اليوم حبينا نطرح الموضوع بشكل عام أن العراق دائما ما يتذيل، وتحدثنا عن الأسباب وخرجنا بآراء كثيرة، وأجمعت الآراء على أن السلطة الموجودة الآن بفسادها وعمالتها وخيانتها لهذا البلد والنوعية الفاسدين الموجودين في السلطة الآن هم الذين وضعوا العراق في ذيل هذه القوائم وأخرجوه حتى من تصنيفات لبعض التصنيفات المتعلقة ببعض القضايا الموجودة في العراق. أنا وصلت إلى الختام مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.